شغلت الكاميرات مات الفندق، صاحبي اللي نايم يمي طلع ودش، وربعي الاثنين هذول اللي بالطياره هم دشوا وطلعوا ما طولوا. كنت قاعد سخيت منه فراشه حبيبي، انا مبيوق من الاخير، مبيوق من بايقني طيب طلع هنا تشك فيني تشك فيني، انا صاحبك واخوك تشك فيني. قلت والله ما ادري ايش اسوي. اول ما قلت اني بدق على الشرطه، شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ انا برم سعود، انا هني اول مره بحياتي ادري ان النظام كذي. هناك عندهم انت مشتكي ومتهم اثنيناتكم يقطونك بالسجن لين تحط محامي ولين تطلع عشان تطلعون من السجن. واحد فيكم يطلع من السجن، تبي تروح تبلغ؟ انت راح تروح تبلغ؟ قولوا لي انت تروح تبلغ ولا خلي حياة ولا خلي فلوس تولي؟ بس قلت حقي ما خلي يروح. اوكي، ولا واحد يجي صاحب صاحبي هذا اللي 9 سنين عراقي، يوم شافوني صملت على الشرطة ما عندي مشكلة، بيكلمني قال لي يبقى الريال هو اللي ماخذهم، باع التلفونات والفلوس كل شيء، أعطني يومين أعطيك دفعة دفعة. قام أعطاني الدفعة الأولى والدفعة الثانية. أقسم بالله العظيم يا عيال أني ما زلت بكلمة واحدة، ودي أقوم أطعنه ونحاش، ودي أسوي أي شيء، ودي أسوي أي شيء فيه، أي شيء أي شيء، شوف شيء بخاطري ودي أسوي أي شيء.